كويس ان شاء الله مع اللعيبه وانا والراجل هنقعد لوحدينا ومعانا كابتن اسماعيل والاستاذ امير وايمن طاهر والشاب ده خلاص انضم للجهاز اهو حسين ياسر طبعا ياسر. بقى المدرب المساعد الجديد مع مستر فيريرا في الجهاز وطبعا الكابتن حسين قيمه كبيره جدا وكل جماهير الزمالك بتحبه ماليش دعوه بيحبوا يا جماعه برضو انت جايبه مش عشان الناس بتحبه انت جايبه عشان هو ناجح طبعا. انت بتجيب بني ادم عشان هو ناجح يا جماعه انسوا قصه ضغط الجماهير دي مع جماهير جماهير الزمالك فوق دماغهم اهم تمام انت بتعمل حاجه اللي مش ترضي جماهير طبعا ارضاها تمام لكن لانه هو افرض بيرضي جماهير هو فاشل ما هو السنه اللي فاتت لولا الاصابات ما هو كان الاول لغايه ما برضه ما اعرفش تعمل له ايه راي هو هتعمل لك حاجه فده لاعب محترم وليه لاعب اخوه محمد تقريبا محترم والده راجل محترم جدا جدا يعني من نجوم اسكو يعني اسكو دي من الانديه اللي هي يعني ما كانتش لكن كان اسكو والترسانه والاولمبي الانديه والسكه الحديد بالظبط كده يعني ابو رحاب لا ثانيه واحده في تاني مين وعمر محمد عمر اسم محمد عمر مش كده مين لا انا بتكلم على المنورين قوي وعندك سكه الحديد كان فيه خيشه ابو سريع مش كده خيشه ابو سريع وكان عندك الاولمبي طبعا كان فيه بكر لما كان بقى على الاجيال القديمه اللي اجالهم وكان في مين تاني اعتقد اسمه رفعت عطيه بتالي جاي من الاولمبي ولا الاتحاد الاسكندري حاجه من الاثنين يعني المهم يعني والاتحاد الاسكندري برضو كان فيه نجوم شحته والجارم وبوبو طبعا ومراد بوبو الست الجميله دي الزملكاويه بتقعد تكلمنا على طول معرفش بقى يا فين دلوقتي ف هو هيستلم من بكره ان شاء الله ومحمد صبري هيمسك مكانه واعتقد اختيار محمد صبري برضو اختيار موفق لان احنا بنقدم كوادر 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 زي ما قدمنا سامي الشيشيني هو دلوقتي كل يوم مع احمد شوبير عدو الزمالك الاول زي ما قدمنا مدحت عبد الهادي وهو كل يوم دلوقتي مع الواد مهيب على طول دلوقتي عادي يعني احنا بنتفرج على مهازل ومساخر يعني فمبروك ربنا يوفقك انت واسماعيل انتوا الاثنين منضمين جداد وليكوا رؤيه وليكوا راي وان شاء الله باذن الله ربنا يوفق ان شاء الله باذن الله ويبقى يوم السبت باذنك يا رب ماتش عادي جدا جدا لعيبه بتلعب لعيبه تاني لعيبه بتلعب لعيبه لعيبه بتلعب لعيبه راكبهم جن طب اقول لك حاجه بقى اخر حاجه الواد عصام الحضري جه عشان يتعاقد معايا قلت له انا ما عنديش مشكله بس ليه شرط قال لي قلت له جيب الجن معاك قال لي قلت له جيبهم معاك انا انت لوحدك هيعمل بيك ايه طب قاعد يضحك هو نفسه طلع في التلفزيون قال لك استاذ مرتضى مطلع عليا جامايكا قلت له شوف معاك كام جن يا ابني كده عشان هم اللي بيقفوا يصدوا انت ما بتصدش انت بتقف كده فاكر ماتش الاسماعيلي قال لي فاكر ماتش الاسماعيلي كوري ديم تروح جاي كده تروح جاي كده تروح جاي كده جاي كده ايه كاني واحد في الماء في الملعب في الماء في بيسموه ايه في الجون بيصد انت عارف لو جت في العارضه هنقول عارضه طبعا من ساعه ما حكيت لك انا موضوع الجن دون اقسم بالله العظيم كل كلمه قلتها حصلت وحياه القران الكريم كل كلمه قلت انا الحمد لله ما بعرفش اكذب كل المفروض ما اقولش الكلام ده لكن كل كلمه قلتها في اللي حكيته دلوقتي حصل تخيل بقى في واحد وكنت انا عضو مجلس نواب يعني يا جماعه 2005 كنت انا عضو من 2000 ل 2005 يعني انا اللي عضو خلاص يتحايلوا عليا اقوم اقول لهم لا مش هقدر مش قادر اقوم جسمي مش قادر واخد بالك سيبك بقى الانتخابات الاخيره دي بقى كان طارق ومحمد وقربت اقول اسمكم الثلاثي عشان مصر تعرفوا ان انتوا سقطتوا اكتر بني ادم بالتزوير كان واقف سند للدوله المصريه محمد وطارق انت عارفهم طبعا
مبروك يا باشا، شفت سكوت عايز اتفضل يا كابتن حسين. طبعا سياده المستشار اكيد بيضع طبعا فيك ثقه كبيره باختيارك للجهاز المعوي لمستر فيريرا. ده شرف ليا طبعا وجودي في نادي الزمالك بيتي، وانا قلتها لسياده المستشار قبل كده وكل الناس عارف، يعني انا لعبت في النادي من فتره كبيره وكان نفسي ان انا استمر في الاجواء اللي هي متاحه للناس دلوقتي، والحمد لله ان الرئيس موجود ورجعت وانا مدرب وشايف اللي اتعمل في النادي فرق من 10 سنين كنت موجود، وده اللي مخليني حابب ان انا اقدم حاجه للنادي في وجود المستشار طبعا وكل الناس اللي موجوده واعضاء مجلس الاداره والناس اللي بتساندني. السنه اللي فاتت جيت مع الفريق وكان برده في نفس الظروف اللي كان فيها الفريق الاول، الحمد لله قدرت ان انا اطلع لعيبه للفريق الاول، فالحمد لله السنه اللي فاتت ما كانش عندنا قيد واشتغلت مع ناس كتير وقدت الفريق الاول هنا يعتبر معظمهم الفريق الاول مع المريخ السوداني وفزنا عليهم، والحمد لله بالمسانده دي طبعا ومسانده النادي ليا في الشهادات بتاعتي، الرئيس دايما بيساندني في اي حاجه، الشهادات اللي عملتها في اوروبا وكل حاجه الرئيس هو اللي ساندني فيها. تتكلم برتغالي، تعرف تتفاهم مع فيريرا، فان شاء الله نفسي اقدم حاجه وان احنا نكون يد قويه للجهاز اللي موجود، احنا كلنا بنخدم نادي الزمالك وده هدفنا، وان شاء الله البدايه تكون يوم السبت باذن الله بدايه قويه لينا ونرجع تاني، والدوري لسه بدري، بقول للجمهور والناس الدوري لسه بدري قوي وعندنا بطوله افريقيا ان شاء الله هنحققها السنه دي قادرين زي ما خدنا الدوري السنه اللي فاتت والكاس وكل حاجه، المجلس الاداره وفر للعيبه كل حاجه، احنا بنعتذر للجمهور واللعيبه بتعتذر للجمهور والجهاز نفسه، لان زي ما قلت ان المثلث النجاح الرئيس موجود فيه كاداره وفرت كل حاجه في ظل ظروف صعبه، باقي دور اللعيبه ودور الجهاز الفني ان شاء الله ده اللي هنقوم بيه الفتره اللي جايه دي، واتمنى ان اكون اضافه ليهم ونكون وش حلو عليهم ان شاء الله يوم السبت ونكون بدافع ونكسب ان شاء الله.